تسقط كل الهواجس التي تساور الجميع في هذه المرحلة جراء ما هو حاصل على مساحة أوطاننا من جرائم بحق الإنسانية وجرائم بحق كل ما يتصل بحياة الإنسان في هذه الأمة ثقافيا واجتماعيا وإيمانيا. ترقبونا بعد شوي على جسر الريم. كل شباب حركة أمل جايلكم جايلكم يا أخوات الشرمودة. لوين رايحين نحن؟ بدنا نعمل تحت.